المهندس إيهاب شيحة القيادي بتحالف دعم الشرعية. أهلا بك مهندس إيهاب. وفي البداية استمعت بالطبع إلى هذه التسريبات وكل تفاصيلها ومحاولات التزوير، كل تفاصيل هذه التسريبات، كيف توصفها وماذا ترى من خلفها من رسائل؟ بحييك وبحيي حضرتك وبحيي ضيوفك الكرام. التسريبات دي خلينا نقول ان هي كانت جرس انذار وكانت رساله لكل فئات الشعب المصري، يجب ان نستفيق ما اقره السيسي وما اعلنه السيسي يوم 3/7 لم يكن خارطه الطريق بل كانت قرصنه الطريق. زي ما قال ضيفك المحترم، احنا امام عصابه، عصابة بالأسف الشديد هي قرصنة بتسرق سفينة الدولة إلى لا إلى حيث لا ندري إلى أين سيذهبون بها. أتصور من ما زال مغيبا، من ما زال يطبل لهؤلاء ولم يستفق بعد هذه التسريبات، أتصور أنه يجب أن يراجع نفسه في وطنيتي وفي ضميري وفي إنسانيتي. هذا أولا. بالنسبة للثورة وبالنسبة للثوار، أتصور أن هذه التسريبات بتؤكد عدالة القضية، بتؤكد أن علينا مسؤولية كبيرة، يجب جميعا أن ندرك أننا أمام عصابة تسرق البلاد، عصابة للأسف الشديد تذهب بنا إلى حيث لا ندري أن نصل، ولكنها هاوية، لا يوجد غير هذه الهوية. الأمر الآخر وهي أيضا رسالة لكل إخواننا، سواء كان الدكتور محمد مرسي أو كل إخواننا اللي في السجون، الكل يعلم، ضيوف حضرتك وغير ضيوف حضرتك يعلموا أنهم براء من هذه القضايا الملفقة للأسف الشديد. وربنا سبحانه وتعالى، يعني أنا لا أدري ماذا بين هؤلاء وبين الله عز وجل حتى يفضح لهم أعداءهم بهذا الشكل. وبذكر هذا مهندس إيهاب، دعني أقاطعك بذكر يعني مبدأ أنهم أن الله فضحهم كما تقول، أو كما تقول خروج هذه التسريبات في هذا الوقت بعد براءة مبارك بأيام قليلة أو حكم المحكمة له بالبراءة، وأيضا تمسك تحالف دعم الشرعية بمبدأ عودة مرسي مرة أخرى للحكم، وهو تقريبا يعني المبدأ الوحيد الذي يختلف عليه الثوار الآن في أو جميع أطياف الثورة المشاركة في 25 يناير، هل هي محاولة لشغل الناس عن براءة مبارك وأيضا تأجيج فكرة أن إما القبول بعودة مرسي مرة أخرى أو لا بالنسبة للحوار مع الثوار، فيتأجج الموقف بينكم وبين الثوار مرة أخرى بعد أن وشكت الأمور على التقارب؟ عندما تكون مثل هذه العصابة هي التي سرقت البلاد، فأتوقع منهم كل شيء. أنا لا أدري من مصدر التسريب، وغير معني بمن مصدر التسريب، ولكن أدري أني علي مسؤولية، ضيوفك الكرام عندهم مسؤولية، كل شباب مصر من كل التيارات عليهم مسؤولية، يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه المرحلة الخطيرة. هؤلاء عصابة، هؤلاء قراصنة يسرقوا البلد، أمر واضح وصريح لكل الجميع. أتصور أنها أيضا رسالة لكل شعب مصر، والله لا نستحق أن يجمعنا هذا الوطن، لا يستحق أن ننتمي لمصر إن لم نقم قومة رجل واحد نطهر البلاد ونعلق هؤلاء اللصوص على مشانق العدالة في محاكمات ثورية عادلة. هذا ما أتصوره.